لكن ناخذ اتصال من نعمة من القطينة. مساء الخير يا نعمة. اهلا بيكي. مساء النور، كيفك؟ الحمد لله، كيف انت؟ والله تمام الحمد كيف لله. المولد في القطينة؟ والله تمام جميل. طيب طبعا نتمنى للجماعة الناس كل سنة طيبين. كيفك يا عبد الرازي؟ اهلا بك يا نعمة، كيف احوالك؟ الحمد لله كل سنة وانت طيبة، كيف عاملين؟ انت طيب، يديك العافية يا رب. الله يخليك. كيف الاهل في القطينة كلهم؟ لا تمام والله جميل. اها ان شاء الله، بس ما عندكم ظاهرة انتشار التسول هناك؟ والله في العقيل طبعا، احنا قرى او يعني الظاهرة دي يعني معروفة بالناس، المدن الكبيرة بتعرف الفقير منه والغنيان منه. نعم صح، يعني الزول الفقير بصورة حلوة بتقدر تقدم له حاجة بدون يعني ما يحس بها وزاته. طيب في القطينة هناك يعني بيكونوا متمركزين وين؟ يعني بينتشروا في أتو حتت بالضبط المتسولين؟ والله طبعا في الحتات العامة أكثر، يعني زي السوق، السوق، جوامع، كده. وبتعرفوهم يعني؟ ما انت الواحد، انت لما تجي الحتة ايه كل يوم وبتشوفه كل يوم، خلاص يعني بتبتدي تحفظ شكله صح؟ طبعا اكيد. طيب بعد ما الزول يحفظ شكله، التعامل بيكون شكله كيف؟ انا خلاص حفظت انه الزول ده بس كده متسوي، لو شحات هقعد اديه كل مره ولا هيحصل شنو يعني؟ والله طبعا مشكلة هي بالنسبة ليك، لو عندك بتدي، لو ما عندك كمان تعمل شو؟ طيب يعني يا نعمات، معلش عبد الرازق، نعمات من يعني يا سوري نعمة، يا نعمة كده يعني موقف كده طريف مرة لك كده بشحات، يعني حصل لك شنو؟ والله انا كان في الخرطوم وانا طالعه كده ما منتبهه وهبستني يدي وانا قمت اخلعها وقعتها. وقعت عديل؟ هاي ديل ما في في الاطفال اللي بيجروا ديل بشدوك من يدك ومن هدومك. يعني انت ما شايف انها فيها تشويه بالنسبه للسودان؟ احنا ما حنتكلم عن التسول بصفه عامه. أيوة. بنتكلم عن التسول ذاته بالنسبه للسودانيين نفسهم يعني. لا صحيح، يعني السودانيين مثلا، معليش انا بس السودانيين. أيوة. انت يعني احنا زي مثلا في ناس كتار اتصلوا من السعوديه بيقولوا انه في سودانيين شوهوا منظر السودان، في ناس ما سودانيين وقالوا احنا سودانيين. صح، انا بوافقك يعني للاسف الشديد، يعني في جنسيات كثيره، يعني مثلا يعني مظهره الشخص من بعيد بيقول هذا سوداني. لكن برضو اللي هي يعني دي واحده من الاساليب برضو، اسلوب المستندات، بيمشوا بحاجه بمستند يعني، اي اوراق بتثبت انه عيان عنده المرض الفلاني او مفروض يسافر عشان يعمل كذا او بتاع ياهو. طب هم اكرم لهم انهم رجعوا بلدهم يعني. ما هو اكرم لهم، لكن ما اعرف، مرات ما بتعرف الظروف شكلها شو للاسف. يعني حسي هو بيتكلم ليك عن فواتير، يعني عندهم فواتير كهرباء، عندهم فواتير، المهم عليهم فواتير. يعني حتى انت مرات انت بتكون داير تصل، يعني تصل الصفر ذاته عشان تقدر تتخارج، فهمتي؟ بعدين دقيقة، يعني بتكون انت الاشراق قد شنو يا عبد الرازق شغالة فيك دي؟ والله يا اخي ما عارف، دي احتمال من الـ 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 الموضوع اللي قاله، ولا من ريحة الاسيتون دي. والمسنين الأطفال بيودوهم دور رعاية الأطفال المشردين، تسلم الحالات الوافدة من خارج الولاية إلى إدارات الرعاية الاجتماعية بالولايات. يعني لو لقوهم في الخرطوم مثلا من القضارف بيودوا القضارف هناك. الإيواء آخر حاجة، إيواء المصابين بأمراض نفسية للمصحات العامة، ده الحاجة اللي بتحصل لما نقبض المتسولين، يعني عشان ما يكون الناس بيفتكروا انه كشوم وبدوم الحراسه، يعني ما بس كده بتصنفوا. الله يا عبد الرازق، انا تكلمت كثير، انا عطشان ذاتي، تعبتك. ليه تكلمت؟ تعبت ولا ليه الكلام؟ المهم بعد التعب ده كله ان شاء الله يعني نكون يعني قدرنا نعمل تغطيه لجانب كبير من موضوعنا عن ظاهره التسول في السودان. زي ما بقول لكم كل مره، نتلاقى في مواعيدنا الساعة 10 يوم السبت إن شاء الله، وموضوع جديد من كلام الناس. لحد الوقت ده بقول لكم مع السلامة. مع السلامة.